نرجع لطرابلس العيد، ومن قلب طرابلس من هالمكان الأثري اللي بيبين فعلا رقي هالمدينة، عم نستقبل حالات إنسانية بحاجة أوقات لدعم صغير لحتى تنحل مشكلة كتير كبيرة عندهم إياها. ما هيك أستاذ سعدي؟ أهلا وسهلا فيك. محمد السعدي وعمر السعدي موجودين معنا، رح نشوف شو المشكلة. المشكلة عند عمر، خبرنا شوي عنه. عمورة خلق عنده ضعف بالجهاز العصبي، نعم، واضطرينا بدنا نعمل له عملية. نعم. عملنا له أول عملية بمستشفى أوتيل دي عند دكتور رامي، والحمد لله تمام، ركبنا له الجهاز. في عنده عمليتين نفس التكلفة تقريبا 16,000. فأنا تأخرت كثير، المفروض بشهر 6 كنت أعمل له إياها. نعم. وجمعت تقريبا شي 10,000 بالمستشفى. جمعت 10,000. نعم. حضرتك شو مهنتك؟ حداد سيارات. حداد سيارات، يعني إذا بدنا نحكي شوي هيك معدل الشهر قد إيه بتطلع معدل الشهر؟ بهالأيام هيدي ما بنطلع شيء بالمرة، ما فيش. وإذا شغل كثير منيح قد إيه؟ يعني 500 دولار، 600 دولار، اللي هو كل شهرك؟ طبيعي. عمر تعال، عمورة تعال عندي. عمورة خبرنا شو يعني قد إيه بتنوجع؟ بشو بتتضايق؟ بعرف إنه بياخذوك طوارئ أوقات على المستشفى، قد إيه عمرك؟ 10 سنين. اوكي، شو بيصير معك عمر؟ وجع كثير بالليل من ظهري. من ظهرك؟ وانت ما بتقدر تجلس مزبوط من ظهرك؟ مأثر على نموه؟ هي القصه كلها انه بيأثر على النمو. نعم. نحن هلا الجهاز حاطين له اياه بظهره، قلنا 6 شهور، المفروض نحن من شهر 6 اعمل له اياه، شل له الجهاز ويزرعوا له عظم. تأخرت كثير، هلا له سنه، بحكيني الحكيم بيقول لي انه ضروري نعمل له اياها بشهر واحد، يعني هلا هذا اخر الماكسيموم. وزارة الصحة عم بتساعد؟ وزارة الصحة حكيت معهم، وعلى أساس إيه؟ حكيت مع المستشفى وقدمت الأوراق على وزارة الصحة، بعد شهر بدقوا لي المستشفى بيقولوا لي إنه ما مشي الحال على الوزارة. معناتها المشكلة من المستشفى 100%. اليوم أكثر، لأنه الوزارة عطيت الموافقة. صحيح. بتقدر تعمل نشاطات مثل رفقاتك؟ بتقدر تلعب فوتبول؟ بتقدر تروح تعمل رياضة عمر؟ إيه بس كثير شوي. صرتنا عمورة هالسنة الرابعة بلا مدرسة. ما عم بيروح على المدرسة؟ لا طبيعي، ليه؟ ما فينا نحمله شيء أبدا بالبيت، ما بيقدر يحمل شيء ابدا. واذا حدا حمل له الشنطه ما بيقدر يقعد بالصف؟ كيف يحمل له شنطه وبالملعب بفزع حدا يدفشوه؟ بفزع، ما لنا قلب. اذا عمل العمليه بيتحسن؟ ان شاء الله بيقدر يصير يرجع. ان شاء الله. عبالك ترجع المدرسه عمر؟ ايه كثير. عم تزهق بالبيت؟ صح. شو بتحس انه كل رفقاتك سابقينك؟ شو بتحلم اليوم؟ شو بدك تطلب من الناس اللي عم يحضروك؟ انه اروح على المدرسه واعمل عمليه مشان ارتاح. سلامة قلبك. الله يسلمك. سلامي، الله يسلمك. نحن بفتكر، نعم، عم نحكي مع مكتب وزير الصحة مع الأستاذ محمد عياد يلي هو مستشار الإعلامي، يلي عم يحكينا وعم بيقول إنه قصة عمر محلولة. بدكم تراجعوا الأستاذ ذو الفقار المولى مدير المكتب الاستشفائي لكينا لحتى يقدر هو يتواصل مع المستشفى ويقدر يحل لكم مشكله عمر. اكيد ما حدا رح يقبل انه عمر لسبب هالقد يعني لوجستي يكون عم ينحرم من كل هالامور، عم ينحرم من حياه مراهق وحياه ولد بكاملها. اكيد الرقم صار موجود عنا، بنقدر نتواصل او تتواصلوا مباشره مع الوزاره. عمر بدك ترجع على المدرسه. اوكي اوكي صح. وبدك تصح وبده يخف الوجع عندك لو انه ما اختفى كليا. ما هيك؟ مشكوره كثير ست معذبنيكم معنا. يعني نحن اكيد بدنا نتابع معكم هالمساله وبدنا نقول لك سلامه قلبك. الله يسلمك. ومره جايه بدك تدق لي وتقول لي انا رجعت على المدرسه يا رانيا. ما هيك يا عمر؟ ينعاد عليكم بالصحه وشكرا لكم، شكرا لوجودكم معنا. وانا بدي ادعي ضيوفي انه يتوجهوا لعنا. اهلا وسهلا فيكم. رح منتابع اكيد مع الضيوف، بندعيكم تضلوا معنا لحتى نشوف كيف عم بتصير الامور بطرابلس بالمدينه وكل الجمعيات اللي عم تشتغل للانماء. تفضلي مدام جنان. ابو محمود تفضل معنا. ابو محمود منظم لنا كل السكيورتي هلا. لكن معنا دانيلا طليس. دانيلا اهلا وسهلا فيك. لكن يا زينب عم بتغلطيني. جنان عبد اهلا وسهلا فيك. حضرتك من انماء، من جمعيه انماء لبنان. وابو محمود شوك
من حراس المدينة رح نحكي عن الشق الأمني طبعاً يلي أنتوا صرتوا تقريباً مسؤولين عنه بكل المدينة من لما بلشت الثورة. سيد جنان بتخبرينا شوي عن الجمعية وعن عملها لو سمحتي. تجمع أنماء لبنان تأسس بال2007، صرنا 10 سنين عم نشتغل بطرابلس. طلقنا من طرابلس لأنه طرابلس مدينة قد ما بتعطيها بتضلها بحاجة. بلشنا بشجرة الميلاد من 10 سنين وهيدي السنة أخذت ضجة كتير كبيرة الشجرة. آخر نشاط شجرة ما غيرة يلي احترقت يلي احترقت. عرفتوا مين حرقها يا أبو محمود؟ جربوا يوصلوا مسج الأمنية. يعني الحلو بأهل طرابلس أنه جربوا يوصلوا مسج عن طرابلس غلط ويأرجوا صورة غلط عن طرابلس، بس بمساعدة حراس المدينة وأهل طرابلس قدرنا خلال 10 ساعات أنه نعمل شجرة جديدة. آخر نشاط قمنا فيه بظل هيدي الظروف يلي كلنا عم نمرق فيها، كمان بتعاون مع حراس المدينة والمجتمع المدني بطرابلس، عملنا مبادرة إيد بإيد للخير يزيد. عملنا أكبر مدينة ألعاب مجانية لأنه هيدا العيد هو فرح وللولاد. فتوجهنا للولاد بأكبر مدينة ألعاب وكان في نسبة مشاركة كتير كبيرة. بنفس الوقت عملنا حملة تبرعات، كانت كل تبرعات عينية، تياب، أدوية، حرامات. واللافت أنه كان في كتير ناس إجت تبرعت بتياب جديدة، يعني وصلنا أكثر من 1000 قطعة تياب جديدة وكلها توزعت على الجمعيات وعلى العيال يلي موجودة. معناتها عم تتغير يعني المبادرات حسب الطلب، حسب طلب صحيح. المنطقة. وذكرتي أبو محمود مرتين يعني حراس المدينة كيف خلقوا، مين هن وشو بيعملوا تحديدا، قد ايه بتتعاونوا مع القوى الأمن أيضا؟ يعطيك العافية. طبعا أول شيء نتشكر الام تي في على تسليطها على الضوء على طرابلس بهالطريقة هيدي، مشكورين جدا. موضوع حراس المدينه بلش بشهر 8 2015 لما بلشت ازمه النفايات بلبنان ببيروت بالذات. طبعا بعد ما تفاقمت القصه بلش تصدير بعض النفايات من بعض البلديات لطرابلس، فنحن كنا عملنا سد منيع لهذا الموضوع. كانت اول مبادره انه استنهضنا همم الشباب انهم بما انه الاجهزه المختصه يلي هي لازم تمنع الخطر البيئي يفوت على طرابلس ما قامت بدوره، فخلونا نحن نعمل مبادره فردية وننزل كلنا سوا مع بعضنا البعض ونعمل عمل جماعي وننزل نحن طرابلس. فبلشت معنا بهذا يعني كنا بأول يوم لما نزلنا على الأرض قدرنا مسكنا شاحنتين عم تفوت على طرابلس. ومن هون بلشنا أول يوم ب 22 شخص، ثاني يوم بالضبط بس عملنا هذا الإنجاز باليوم الأول صرنا 150 شخص وبقينا 54 يوم على الأرض عم نحمي طرابلس 24 على 24 لحتى انتهينا ب 450 شخص. ابو محمود ليه؟ يعني ليه انتم اضطريتوا تحموا طرابلس؟ ليه؟ وين قوى الامن؟ وين الجيش؟ مثل ما خبرتك استرانيا انه لما الاجهزه المختصه بالاصل يلي هي اللي لازم مثل البلديه ما كانت عم تقوم بدورها السابقه اثناءها، ما كانت عم تقوم بدورها لحمايه طرابلس وخاصه الامن البيئي تاعها، فقلنا نحن رح نعمل المبادره. ولما نزلنا عملنا المبادره كان في قبول كبير عند اهل طرابلس، مش بس هيك كمان وكمان الاجهزه الامنيه لحالها عملت لنا غطاء وباركت الخطوه هيدي ونزلنا يعني كانه عم بيقول لكم نحن بحاجه لكم 100% صح. والناس كيف عم تتجاوب معكم؟ تجاوب يعني نحن عم نتجاوب كثير فوق مشكوره فوق المستوى المطلوب صراحه. كثير متجاوبين اهل طرابلس لانه عارفين انه هذا العمل هو عمل تطوعي وعمل جماعي عم بيشيل ضرر موجود على طرابلس ما كان حدا قادر يقوم فيه. قد ايه تغير الوضع جنان مع حراس المدينه؟ قد ايه عم بيساعدوكم يعني؟ لصراحة كتير يعني هيدي السنة بآخر نشاط عملناه كانوا المتطوعين كتير موجودين معنا، إن كان بالأمن أو إن كان بفرز المساعدات يلي كانت عم توصلنا، فعلا عملوا فرق كتير كبير. بس بنرجع بنقول إنه مش بس طرابلس هي المدينة يلي عم بتكون بحاجة لمساعدات، بكل المناطق اللبنانية في ناس كتير بحاجة لمساعدات. ونحن كتجمع أنماء كل سنة عم نقوم بمبادرات، بس هيدي المبادرات اللي نحن عم نقوم فيها هيدي ما بنقدر نحن بس لحالنا، نحن عم ناخذ دور الدولة ونحن ما بنقدر ناخذ دور الدولة، يعني مبادرات فردية، مجتمع مدني، مجتمع أهلي عم بجرب إنه نحط إيدينا بإيدين بعض لحتى شوي نساعد الناس اللي هي بحاجة، بس فعلياً نحن عم نقوم بدور الدولة، يعني هون الدولة هي اللي لازم تاخذ هيدا الدور، صح. في كتير بطرابلس في كتير، بس بنفس الوقت يعني أنتم اليوم عم بتضووا من هيدا المطرح الكتير حلو، طرابلس فيها كتير
مناطق وفيها كتير مرافق إذا بدك عامة، منقدر إنه من خلالها ننهض بهيدي المدينة. بكل نشاط كنا نقوم فيه سابقاً كنا نركز أكتر شيء على معرض رشيد كرامة، لأنه المعرض بأمن فرص عمل لكتير ناس، مش أقل من 2000 يعني لكتير ناس. هلأ إذا بتروحي بتشوفي المعرض، المعرض عم يهبط، وكنا كل سنة نركز إنه نعمل النشاط تبعنا حرفياً عم يهبط. حرفياً عم يهبط، يعني الحيطان عم تتصدى، صح. في كتير مناطق بقلب المعرض عم بحطين فانسز إنه ممنوع حدا يقرب لأنه خطر إنه توقع عليكم. فنحنا كتير عم نجرب إنه نضوي على هيدي المرافق يلي موجودة بطرابلس لحتى نفعلها، بس برجع بقلك نحنا لحالنا مش قادرين نعمل شيء إذا ما في دعم من الدولة. يعني بس يعني الدولة كأنه مش موجودة كلياً، مغيبة تماماً عن طرابلس. ليه يعني حضرتك بتشتغلي؟ بعرف أنه وسميت الجمعية إنماء لبنان على فكرة، ليه إنماء لبنان مش إنماء طرابلس؟ هي الجمعية اسمها تجمع إنماء لبنان، بس اللي أساس الجمعية هو من طرابلس وانطلقنا من طرابلس. ولما بلشنا نشتغل هالمدينة بحاجة لكتير، يعني من أحد المشاريع اللي نحن بنشتغل عليها أنه تأمين فرص عمل للشباب. نعمل سيرفيز، بنشوف المناطق يلي فيها فرص عمل وبنعمل ماتشنج مع الشباب يلي بدهم فرص عمل. بس قد ما تشتغلي برجع بقلك بدنا بحاجه نحن كثير، يعني في عندك المرفق لو بيشغلوه، في عندك المصفيه لو بيشغلوها محطه لترا، عندك المعرض، المدينه الاقتصاديه، في عندهم مشكله مع حرف الميم بطرابلس. ميمات الستة عندهم مشكله مع حرف الميم بطرابلس. الميمات الستة صح. وهولي بيأمنوا فرص عمل وبيأمنوا مدخول مهم كثير يعني لا طرابلس، مثل ما كنا عم نقول مع رئيس البلديه انه بيكفوا مش بس طرابلس، بيكفوا الشمال كله. صح. اليوم بخلال الثوره لشو تعرضتوا؟ كيف كان الوضع الامني بين المتظاهرين؟ طرابلس صارت قدوه، يعني صارت مثل عالمي مش بس محلي لسلميه المظاهره وسلميه الثوار بين بعض. يعني الفضل لشو لمين وكيف صار هالموضوع الحلو هيدا؟ طبعا الموضوع الامني كموضوع كثير مهم. طبعا احنا اخذنا على عاتقنا كمبادره ببدايتها هو حفظ امن ساحه النور بالتعاون مع الاجهزه الامنيه. طبعا ما بنقدر ناخذ دور الاجهزه الامنيه، بدنا نتعاون معهم. طبعا فبلشنا نحط الخطه لحتى نقدر كيف نشتغل، وتعاوننا طبعا احنا مشتركين مع هيئه الطوارئ لانقاذ مدينه طرابلس، وسميناها مثل ما حضرتك قلت تجمع انماء لبنان، كمان هيئه الطوارئ لانقاذ مدينه طرابلس. هيدا مهم كثير كمان لحتى نقدر نعرف هذا الموضوع، وحطينا خطه لحتى نقدر كيف نقدر نحتويها للثوره. فطبعا استوعبنا بقيه الحراكات الموجودين هون، كنا بيامنا الدور وقمنا كمان بمواجهه شيطنه الثوره في طرابلس ودخول الطوابير الخامس لها. قد ايه صار اشكالات يعني؟ لا يعني انجا خليني اخبرك شغله هلا. طبعا ما ببين هو على شو اسمه، ما بدنا نخوف العالم هذا الموضوع. طبعا كل الاشكالات اللي لازم تصير اخذنا على عاتقنا انه احنا نكون عباره عن اسفنجي او امتصاص غضب الناس، فنحن قمنا بهذا الدور، ليس الاعتداء على الناس ولكن امتصاص غضبهم. يعني صار في مندهس؟ صار في طبعا، وتعاوننا مع الاجهزه الامنيه ونجحنا الحمد لله بامتصاص. قدرتوا تقنعوا كانه الاعلام ايضا انه ما يسلط الضوء على هالموضوع؟ لانه نحن اللي سمعنا فيه لا يذكر. ما في شك ومشكورين جدا جدا كل اجهزه الاعلام اللي تواصلت معنا، انه ارجوكم نصحتوا يعني خلونا نبين الوجه هذا وهذاك كله سوا ثانوي. وبعد يعني وقت المشكله صغيره الاعلام بصير كبير. مزبوط 100%. نعم. حسب شو منفرجه وعلى شو منسلط الضوء. بس من بعدها تحسن الوضع، يعني صار في نوع من استقرار اليوم؟ طبعا العالم تعودت على بعض البعض على فكره، وتعودت علينا وتعودت، صارت تقول بما انه حراس المدينه موجودين بساحه النور، العالم صار قادرة تنزل تحس بالأمان. أي بيئة، أي ساحة، أي مكان كان حسيها بالأمان وتوفري لها الأمان، العالم كلياتها بتنزل عليها. طبعا بالتعاون مع بقية الحراكات الموجودة اتفقنا كلياتنا مع بعضنا البعض كل الموجودين بساحة النور أنه بدنا نحفظ أمن ساحة النور ونبين وجه الحضاري لها. قد ايه قدرتوا تشتغلوا خلال الثورة جنان؟ وبشو؟ هل تعاونتوا أيضا مع الشباب، مع الموجودين، مع الثوار؟ أكيد أكيد، دايما نحن عم نجرب نتعاون مع الكل بطرابلس لحتى نقدر نوقف كلنا ونكون إيد واحدة. وأنا بدي أتشكركم على هيدي المبادرة، وبدي أتشكر دكتور طه بزرباشي على هيدي المبادرة، وبدنا ندعي عن جد كل الناس، لأنه شفنا نحن بخلال الجولات يلي دايما نحن بنعملها وبخلال الحملة يلي عملناها آخر مرة، شفنا الناس قد إيه بحاجة. نعم. يعني 10,000 بتعمل فرق،
لكتير ناس منهم بحاجة إنه يأمنوا هيدا العشر تلاف. فعن جد بندعي كل الناس اللي عم نحضرونا إنه يشاركوا بهيدا الحملة ويتبرعوا وقد ما فيهم يوقفوا جنب العالم يلي موجودة بطرابلس. منذكر برقم التليفون يلي عم تتواصلوا فيه معنا على 0312-38 لكل التبرعات، ممكن يكونوا مواد أولية، ممكن يكونوا تياب، ممكن يكونوا أي مبالغ صغيرة حتى، لأنه مثل ما بنقول البحصة بتسند خابية. وأبو محمود سندنا اليوم كل النهار وأملنا الأمن كله. أكيد مشكورين القوى الأمنية مثل ما قلت، يعني ما فينا نتخلى أبدا عنهم، ويعطيهم ألف عافية. جنان عبد، أبو محمود شوك، أهلا وسهلا فيكم. بريك صغير ومنرجع.